السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعود بعد انقطاع طويل عن اليوتيوب دام لأكثر من أسبوعين. طبعا ما كان عندي وقت لحتى أصور فيديوهات وأنشرها على قناتي، بس المهم اليوم رجعت بفيديو جديد راح أتحدث فيه عن الطرق والحلول العملية لاستلام الأموال من المواقع الربحية الموجودة على الإنترنت في اليمن. يعني أنت كمواطن يمني كيف بتستلم الأموال الموجودة على المواقع الربحية اللي أنت اشتركت فيها في اليمن، يعني تسلمها كاش او تحتفظ بها. المهم انا بعطيك الزبدة وراح اوفر عليك على التعب والبحث بالانترنت، فقط انت ركز معايا وتابع معي الفيديو لاخر ثانية، لا تقدم او تأخر، لاني بعرض عدة طرق وراح اختار الطريقة الامثل اللي هي بتكون في اخر الفيديو، وراح نستثني باقي الطرق لعدة اسباب او عيوب. ولكن قبل كل شيء لا تنسى الضغط على زر سبسكرايب اذا ما كنت مشترك في القناة، وتضغط على زر لايك للفيديو، وتابع معي بعد الفاصل القصير. بسم الله الرحمن الرحيم. راح أعرض الآن عدة طرق لاستلام الأموال من المواقع الربحية الموجودة على الإنترنت، بس المهم إحنا بنختار الطريقة المناسبة لنا كمواطنين يمنيين نسكن في اليمن. أول طريقة هي الباي بال، وهو عبارة عن بنك إلكتروني مشهور جدا، وبالتأكيد إنك شفت شعار الباي بال في أي مكان سواء كان على النت أو في الواقع، لأن هذا البنك مشهور جدا. وأنا في السابق شرحت كيف تسوي حساب باي بال. الآن الفيديو راح يطلع عندك أعلى يمين أو يسار الشاشة في البطاقات، أو سأضع لك الرابط الخاص بالفيديو هذا داخل التدوينة الموجود، رابطها أسفل في صندوق الوصف. إذا تحب تسوي حساب شوف هذا الفيديو. طبعا إحنا مو موضوعنا إننا نسوي حساب، المهم هل يمكن لنا عن طريق الباي بال استلام وسحب الأموال التي تأتينا من المواقع الربحية؟ بالنسبة لنا كيمنيين لا يمكن، لأن الباي بال لا يدعم اليمن بشكل كلي، وإنما يدعمها بشكل جزئي عن طريق الإرسال الأموال أو الشراء من الإنترنت. أما من ناحية الاستلام والسحب فهو لا يدعم اليمن، خلاص نقطة انتهى، الباي بال ما راح يفيدك بشيء من ناحية الاستلام أو السحب. بس في شخص ذكي الآن بيقول إنه بيسوي حساب باي بال في دولة أخرى مدعومة زي أمريكا. أوكي أنت سويت حساب وكل شيء معك شغال، بس بيكون حسابك مهدد بالحظر أو الإغلاق فيما بعد. أوكي ليش حسابك بيتغلق وينحظر؟ طبعا الباي بال لما يشوف عندك تعاملات كثيرة سواء كانت إرسال استقبال سحب أمور زي كذا، يعني بيبغى يتأكد من هويتك، راح يدخل حسابك في وضع الليمت ويطلب منك بعض الأشياء، مثلا إثبات هوية زي بطاقتك الشخصية أو الباسبورت، أو يطلب منك فاتورة من حساب بنكي موجود في دولتك، يعني وأشياء أخرى بتختلف من حساب لآخر. وإذا أنت أرسلت لهم بيانات مختلفة أو غير مطابقة للموجودة عندك في الحساب، سيتم إيقاف حسابك بشكل نهائي وكل شيء راح بالجو وما استفدت شيء. يعني أنا مجرب لهذا الشيء، ويعني وأسأل مجرب ولا أسأل دكتور، أنا كان عندي حساب باي بال أمريكي وفيما بعد تغلق علي وما قدرت أسوي شيء. الطريقة الثانية هي البيزا، مش عارف اللي خلاني أتكلم على هذه الخدمة، بس المهم هو بنك إلكتروني نفس الباي بال، راح تواجهك نفس المشكلة، هي أن البايزا ما يدعم اليمن بشكل كلي، وعلاوة على ذلك ان خدماتهم مش كويسة، يعني عندهم شوية تعقيدات، وعلاوة ايضا على ذلك هي ان البايزا غير مدعوم من المواقع الربحية كثيرة، بعكس البايبال حوالي 95% من المواقع الربحية تدفع عبر البايبال، اما البايزا يعني عدد قليل من المواقع تدفع عبره. الطريقة الثالثة وهي الشيك، حاليا الكل يعرف ما هو الشيك، وعن طريقه ممكن انك تستلم الأموال من المواقع الربحية الموجودة على الإنترنت في اليمن عن طريق الشيك، بس الطريقة صعبة شوية ولها عيوب، لأن المواقع الربحية اللي تدفع عن طريق الشيك قليلة جدا، وبالتالي بالنادر تشوف شركة تدفع عن طريق الشيك، ولو شفت يعني الشيك راح يوصلك عن طريق صندوق البريد، واحتمال إنه يضيع أو يتأخر لحتى يوصلك، وأيضا يعني احتمال يكون في غلط بسيط في الاسم أو في أي مكان في الشيك، بالتالي ما راح تقدر تسلم الفلوس، وبالتالي يعني
اعتبر قصة الشيكات امر مفروغ منه، بس يعني اذا انت بتجرب يعني انت وحظك. الطريقة الرابعة وهي التحويل البنكي، ومن خلاله يمكن لك ان تستلم الاموال من المواقع الربحية الموجودة على الانترنت في اليمن، ولكن هذه الطريقة تحتاج الى الامكانيات، لانك ستقوم بفتح حساب بنكي لدى اي بنك في اليمن، وبالتأكيد ستحتاج الى ان تودع بداخله المال لكي تستطيع فتح الحساب، والمبلغ الذي ستقوم بإوداعه ليس بالقليل، بيكون من $1,000 الى 2000 او 500 حسب البنك، بس يعني البنك اللي بيكون تودع داخله مبلغ قليل يعني تكون خدماته سيئة. وفي هذه الطريقة عدة عيوب، من اهمها ان المواقع التي تدفع عن طريق التحويل البنكي قليلة، وان المواقع التي تدفع عن طريق التحويل البنكي يوجد لديها حد ادنى للدفع وهو $500 او $1,000 في الغالب، يعني وهذا المبلغ صعب انك توصل له فترة قصيرة، يعني تحتاج وقت لحتى تجمعه، والموقع اللي تتعامل معه يدفعه لك عن طريق التحويل البنكي. وايضا من العيوب وهو عيب يعني كبير لا يمكن تجاهله، وهو ان البنك الذي تتعامل معه ياخذ جزء من المال رسوم الخدمة، واحيانا يكون مبالغ فيه يعني، وانت لذلك اذا كنت تريد تستعمل هذه الخدمة احرص انك تختار البنك المناسب واللي يقدم خدمات باسعار منخفضة. الطريقة الخامسة وهي التحويل السريع الويسترن يونيون، ويمكن لك استلام الأرباح من المواقع الربحية الموجودة على الإنترنت عن طريق الويسترن يونيون في اليمن، وتعد هذه الطريقة من أفضل الطرق وأسرعها، وهي نفس الطريقة التي يدفع لنا بها الأدسنس إذا كنت يعني تربح من اليوتيوب. طبعا شرحت طريقة الربح من اليوتيوب هنا وكيف تنشئ حساب أدسنس وهكذا، يعني ويل أدسنس يدفع عن طريق الويسترن يونيون، يعطيك الرقم الـ MTCN تذهب به إلى أي بنك أو مصرف يدعم الويسترن يونيون، تعطيهم هذا الرقم وبطاقة الهوية، يعطيك المال وانتهى الأمر. بس من عيوب هذه الطريقة هي أن المواقع الربحية التي تدفع عن طريق الويسترن يونيون قليلة جدا، مثلا يوجد لدينا الأدسنس وبعض المواقع الأخرى يعني قليلة جدا، ما أقدر أذكر أساميها لحتى ما أجيب دعاية لأحد. الطريقة السادسة وهي البايونير، طبعا البايونير يعطيك شيئين، بطاقة ماستر كارد تصلك الى البيت او الى صندوق البريد مجانا دون ان تدفع فلس واحد، وايضا يعطيك حساب بنكي امريكي. طبعا الحساب البنكي هو نفس الحساب البنكي اللي انا قلت لك تفتحه لدى اي بنك في اليمن، بس يعني البايونير بيعطيك حساب بنكي امريكي لدى بنك بايونير الخاص بهم. طبعا شرحت البايونير خطوة بخطوة، ابتداء من انشاء الحساب واسلام البطاقة وكل شيء تجده في هذا الفيديو، الان سيظهر لديك اعلى يمين او يسار الشاشة في البطاقات، او ساضع لك الرابط داخل التدوينة الموجود رابطها في الوصف. وبالنسبة لآلية استلام الارباح عبر البايونير في اليمن فهي بسيطة جدا، عندما يكون في حسابك البايونير مال قم باخذ بطاقة الماستر كارد الذي اعطوها لك، واذهب الى اي مكينة صراف آلي توجد في الشارع ATM، قم بادخال البطاقة وادخال رمز البين، ثم قم باختيار المبلغ الذي تريد سحبه بعملتك المحلية، ثم موافق يخرج إليك المال وتأخذه مع البطاقة وانتهى الأمر. طبعا البايونير هو لا يقدم هذه الخدمة لك ببلاش، يعني هو يأخذ رسوم سنوية منك هي $30، يعني هذا من السنة الثانية، أما من السنة الأولى عندما تسجل سيأخذ منك $25 مع رسوم البطاقة الذي يرسلها إليك. طبعا أعتقد أنك ضعت بهذا الكلام أني قلت له مجانا ويرجع يأخذ فلوس، طبعا هي البطاقة توصلك مجانا، بس لحتى تقدر تستعملها هو بيأخذ قيمتها $25 مع الاشتراك للسنة الأولى، ومن السنة الثانية بيأخذ $30 وهكذا. طبعا يقدم لك خدمات يعني رائعة، يعطيك حساب بنكي أمريكي، يعني بواسطة هذا الحساب البنكي تقدر أن تستلم الأموال الخاصة بك عبر التحويل البنكي. مثلا الأدسنس، إذا كان لديك حساب أدسنس أمريكي تستطيع أن تسحب الأرباح الموجودة داخل حسابك عن طريق الحساب البنكي الأمريكي الذي هو من بايونير، يعني خدمة رائعة جدا، وهي US Payment Service.
احنا الان تكلمنا على 6 طرق لاستلام وسحب الاموال من الانترنت. طبعا يوجد طرق اخرى زي الويب ماني والنيتلر والسكيلر. طبعا زي هذه الطرق يعني ما راح تحتاجها وما راح تفيدك بالاصل. مثلا النيتلر والسكيلر نفس البايونير ويعني وخدماتهم يعني اقل جوده ويعني في فروقات. ولذلك انصحك اذا كنت تريد خدمه بطاقه ائتمانيه على الانترنت او بنك الكتروني انصحك بالبايونير، فهو الافضل بالنسبه لنا كيمنيين. طبعا الآن وصلنا إلى النقطة الأهم وهي ما هي أفضل طريقة لاستلام الأرباح من الإنترنت في اليمن. طبعا الطريقة الأفضل بلا منازع هي الويسترن يونيون أو التحويل السريع. ليش؟ يعني لأنك بتأخذ رقم الـ MTCN وبطاقة الهوية تروح إلى أي بنك أو مصرف يدعم الويسترن يونيون، تعطيه رقم الـ MTCN والبطاقة ويعطيك المال وانتهى الأمر دون أن تخسر شيء. طبعا قلت له من عيوب هذه الطريقة إن المواقع اللي تدفع عن طريق الويسترن يونيون قليلة جدا. مثلا يوجد لدينا الادسنس. والحل الثاني لاستلام وسحب الأموال في اليمن هو البايونير، لأن البايونير يدعم اليمن بشكل كامل من ناحية الإرسال والاستلام والسحب، فهو يدعم اليمن بشكل كامل وما راح تواجهك أي مشاكل. طبعا البايونير يعتبر خلاص الحل النهائي للاستلام. يعني إذا كانت طريقة الدفع الويسترن يونيون غير متوفرة في الموقع الذي تتعامل معه، فالحل الثاني الذي يمكنك سحب الأموال في اليمن بواسطته هو البايونير. خلاص نقطة انتهى، عندك الويسترن يونيون والبايونير هما أفضل طريقتين لاستلام وسحب الأموال في اليمن. طبعا طرق أخرى ممكنة هي الشيكات والتحويل البنكي، قلت لكم أنها ممكنة في اليمن بس صعبة. أما الطرق غير الممكنة لاستلام وسحب الأموال في اليمن هي البايزا والبايبال. لماذا؟ لأنهم لا يدعمون اليمن بشكل كامل. يعني البايبال والبايزا ما يدعم اليمن وما راح تستفيد شيء يعني لو سويت حساب. بس يعني نقطة مهمة جدا، في المستقبل احتمال ان يكون البايبال او البايزا مدعوم في اليمن، الله اعلم. يعني لو كان مدعوم يعني بيكون ممكن انك تستلم وتسحب الارباح في اليمن عن طريق البايبال او البايزا. وهذا كل شيء، اتمنى ان يكون الفيديو اعجبكم وافدتكم. سوي مشاركة الفيديو اذا تحس ان في شخص راح يستفيد، ولا تنسي تضغط على زر سبسكرايب وتفعل زر الجرس حتى توصل بجديد الفيديوهات وتشوف الفيديوهات السابقة الموجودة على قناتنا، اشياء والله مرة مفيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.